نمشي هون وين هون؟ يلا افتح افتح. للدخول طقوسه وتوقيته الخاص وخطره، فلا يمكن تخطي الأسلاك الشائكة إلا مع مغيب الشمس. ساعتان من المشي بين السهول لتخطي الحدود والوصول إلى البلدة الحدودية أطمي، يتطلبها قبل ذلك حظاً كافياً للبقاء على قيد الحياة، يوازيه احتمال الموت أو الاعتقال، تحديداً من الجانب الشمالي حيث الجيش السوري وحيث يتواجد أيضاً الجيش التركي بين السهول. السلام عليكم. مرحبا يا شباب. عرازني صحة. والله مفطرين. لا من حمام الطيبة. طبعا فيها خطورة، نعم فيها خطورة. فيها خطورة من الجهتين، خطر من قبل الحكومة التركية وخطر من قبل. نصل إلى نقطة الفصل، النقطة التي نعبرها للدخول إلى سوريا. وبعد خوف وتعب شديد نتخطى الأسلاك الشائكة. هيدا المحل بدنا نقطع منه هلا. ويلكم تو سوريا. اهلا وسهلا فيكم بسوريا. هلا نحن من الجانب الثاني. ايوه. نحن باي منطقة شباب؟ منطقة بأطمة. نحن هلا بأطمة، نقطع انفاسنا. حمونا. هي الحدود. كانوا على من الجانب الثاني هن هيك؟ ايه من الطرف الثاني. هن من جانب الشمال. هنا أطمة. نصعد مع أبو صهيب الضابط المنشق ليوصلنا إلى أبو أحمد سائق البيك أب كنازحين لا كصحفيين، وذهابنا بهذه الوسيلة لدواعي أمنية على حد قولهم. نتوجه إلى إدلب مع هاجز الحواجز النظامية والخوف من القصف. وين المناطق اللي قطعناها؟ ما بدك تكذب عليك حدا بسبب المعركة اللي كانت طريق بعد ساعات طويلة نصل إلى النقطة الأولى جبل الزاوية عند تجمع كتائب وألوية الشهداء. قطعنا بصعوبة شلون في محلات. يعني كل المحلات اللي قطعنا فيها كيف كانت؟ قد نسبة الأمان فيها؟ نسبة الأمان 50%. أيوة. قطعنا مراحل مثل التارب، قطعنا بسرعة عند من التارب لكفر نوران كان في الحوض شرقيتنا بسرعنا. أيوة. كل ضوء بيمرق بعد أداء العشاء بوقت متأخر بيضربوا عليه. وهل واجهت حوادث أنت وأنت بكل أماكن؟ أكثر من مرة هون على مفرق النيرب ضربوا مرة علينا وكفر نوران ضربوا علينا. معودين على الشارع. سلام. ومنها إلى مناطق مختلفة طوال أسبوعين عشنا مع الناس والمقاتلين يومياتهم والتقينا فصائل مختلفة. أبو خالد جمال معروف. مرحبا، كيفك؟ تفضل. يمنى فواز، قناة الجديد. أعمار بناء. أيه. معلم بناء، تعهد مشاريع في لبنان.